يوسف سحري بحري على كرسي التواصل الاجتماعي. لولا وسائل التواصل الاجتماعي لما كان يوسف سحري بحري، صحيح ولا غلط؟ صحيح صحيح صحيح. انت مدين الاكثر ابلكيشن اللي هي يوتيوب، فيسبوك ويوتيوب بالحق. اما مدين ماني ماني انستغرام. انستغرام انستغرام. قديش دخلك انستغرام كل شهر المعدل؟ مك تعرف اما شهر وشهر، دونك اقل شهر 3 ملايين. 3 ملايين اقل شهر. شهريه هايله برشا. بيان سور. وخدمه صعيبه برشا. لعبات سخيله سهله راهي ماهيش سهل. انك تكون انفلونسور، انك تقدم دي برودوي على الانستغرام، راهو سي با ايفيدون. كان مدلك تاو تليفون هدهود وبرودوي بالكش ما تدخل بعض. ندخل بعضي؟ على خاطر مثلا انت يتبعوا فيك 545,000. صحيح. انا يتبعوا فيها أكثر منك بثلاث مرات، لكن ما ندخل حتى شيء من انستغرام. إي خاطر أنا موظفو الانستغرام. أنت موظفو، أنت تعرف توظفو باش تدخل فلوس. صحيح. أنك تكون وجه نتاع ماركات ما ينقص شوية من كريديبيليتي من صورتك. اليوم مع مونجيلا، غدوة مع حكة طماطم، بعد غدوة مع فريجيدير، بعد غدوة مع ريدو، بعد غدوة مع ماريو الخلعة، بعد غدوة مع صبات، بعد غدوة مع الحقيقة مانيش في البياج هذا. على خاطر نتعامل مع اجونس دو كوميونيكاسيون، عندي اجون معناتها اللي هي ميسم عامر، تحيه لميسم عامر و ام ان ديم. ام ان ديم ايفنت هما اللي لاهين بيا، معناتها ياثروني في شنيا هي، معناتها نرفزوا ساعات، نرفز دي مارشي. باش نعطيك زوج تصاور غادي، قول لي انت لشكون مدين اكثر؟ اوكي. في المسيره نتاعك، نضال السعدي، امين قارة. امين قارة حق. امين قارة لو لي امين قارة في الاعلام راهو لا يوجد سحري بحر، ممكن لا يوجد سحري بحر، ما نعرفوش عدل. صحيح. رغم اللي كل اللي حسيت جيت فتره اللي قلبك مش صافي برشا مع امين. وتو صفي. تتهم امين انه اقصاك من جديته؟ حق. حتى كان اقصاك لكونك كسول؟ لا. اقصاك لكونك ما تعرفش تخدم؟ لا. اقصاك لكونك تقلق؟ ممكن. فيش؟ للأسف قولها بالفم والملية، فما عبيد في الدومين ذيوبة خويا الغال. جديتو غابة؟ فيها ذيوبة؟ في فترة ما أي. مش اللي في البلاتو، راه خاطر أنا برودكسيون معناتها نخدم وراء الكاميرا بخلاف بخلاف الكرونيك متاعي معناتها. أما في فترة ما أنا تتهز كلام وتجيب كلام وتقال عليك وما قالش عليك. أنا أخويا قدام كاميرا راهو أمين قارة أخويا وصاحبي، وراني نحبك برشا. ولو لي أمين قارة راني مانيش في التلفزة كيما توا معناتها. سحري بحر. من جودي تو استقلت ولا طردت؟ استقلت. نضال السعدي. اها. دي تيب استقلت ولا طردت؟ هو الكونترا في الحوار التونسي وفي ما حكيناش في التجديد، مشيت على روحي. بالكش انت ماكش حابب تتطور ولا ماكش قادر تتطور ولا؟ والله يا دود نتصور تعرفوا قدراتي معناتها اللي خدمت معاهم الكل، معناتها مش انا نحب نتطور ولا ما نتطورش. لهنا انستيتيوسيون معناتها شركه كبيره، قناه كبيره برشا، معناتها تعرف ايه انا دو كوا جو سوي كابابل. برهنت برشا مرات معناتها اللي نجم يكون عندي بلاصتي. باهي. انت تو في تونسنا. موجوع انك ماكش في الحوار ولا ليه؟ ليه بيان سور كو ليه. اما مانيش موجوع من الحوار، دي بوان راهو لازم يتقال معناتها، على خاطر اكسبيريونس كبيره برشا في الحوار، تعلمت برشا، عرفت برشا عباد باهيين، وجاء الوقت انه لازم سحري بحري يكبر، وبالكش ما نجمش نكبر في الحوار، خرجت كبرت وحدي البر. زوج صور اخرين. اها. سلام مسيو مصطفى حواس. شكون اقرب لك؟ تو طبيعة ستوف. سليم سيو ما نعرفوش راهو بيرسونيلمون، ستوف عاشرته معناتها. انت كنت متاثر بسليم سيو؟ وي. اي كنت متاثر بيه، كنت تفرج برشا فيديوهات قبل ما نبدا نعمل انا فيديوهات، كنت تفرج برشا فيديوهات سليم سيو. باهي. زوج صور اخرين. حمزه بلومي، لطفي البحري. نختار بيناتهم؟ تبيع على عمي مع لطفي البحر. تحية لطفي البحر. مع حفظ الألقاب الإعلامي الكبير لطفي البحر. علاقتك به كيفاش؟ عادية جدا،
كلمة عادية تتسمى كلمة خايبة راهو عليه لأنه كي نقول لك على علاقتك مع عمك كيفاش لازم تقول لي علاقة طيبة. ليه هي علاقة طيبة أما عادية معناتها مانيش صحاب برشا مانيش ليه لبعضنا برشا. علاش؟ خاطر من أول الدنيا هكيك معناها. علاش ما حضرش عرسك لطفي البحري؟ لأنه وقتها عنده تورناج دراوين مكتعرف يعمل دي دوكيومنتير وكل شيء دونك ما حضرش في عرسي.